السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة قشيدة في الكروشي والأعمال اليدوية. كما كتلاحظوا اليوم إن شاء الله غادي نخدمه مع بعض هاد الريس هذا الأول مرة. كيجي في الكم ديال الجلابة أو لا في القفطان. بالعقيق للمواد المستعملة استعملت هذا النوع هذا ديال الخيط اللي هو السبيب باش كتجي به الخدمه واقفه، وتقدروا تستعملوا صبره مبرومه. استعملت خيط هذا رقم 3 كروشي رقم 8. بسم الله على بركه الله غادي نبداو طريقة. وقبل ما غادي نبداو ضروري خصنا ندخلو الخيط، ندخلو العقيق في الخيط اللي غادي نخدمو به. والطريقة باش تجينا سهلة استعملت خيط عادي بحال هذا، ودخلتو هنايا في إبرة رقيقة اللي تقدر تخلي فيها العقيقة، وعقدته عقدة عادية بحال هكا، وشديت العقيقات وبديت ندخل هكذا بهذه الطريقة. هنايا غادي ندخل غير بشوية باش تسهل عليا. غادي نعاود كندخل الخيط بهذا الشكل، من بعد كنجبدو غير بشويه صافي. ورا اللي كنت دخلتو من قبل كنحصل على هاد النتيجه هادي. من بعد ملي كنكمل الخدمه ديالي وكنشاط لي العقيق كنخليه هنايا في هاد العقيق هذا، وكنعقدو باش نحتفظ به حسن ما يبقى في واحد لابواط ولا شي حاجه غير كيضيع. صافي دابا غادي نحيدو الابره ديالنا. وهنايا كنسبق لي وخدمت هذا الحبيك في الكم ديال الجلابه. غادي نزيد نكمل معاكم واحد شويه باش يبان لكم. هنا كنخدم عين ولا سلسله، كنحاول نبعدها غير واحد شويه، وكندخل هنايا كنولي كنخدم عين، كندخل هنا هنا البدايه فين كنت بديت، كندخل هنايا هنا. من بعد ما حصلت على هاد الحبيك هذا ضروري كيكون في الاول في البدايه ديال الخدمه، غادي نخدم هاد السطر الثاني بهذا الشكل هذا. غادي نخدم واحد جوج ثلاثه اربعه ديال السلسله، غادي نمشيو هنا في هاد البلاصه هذه، وغادي نخدمو غرزه عمود، نخدمو عين او سلسله، وغادي نمشيو هنا وغادي نخدمو غرزة عمود نفس الشيء. غادي نبقى غادية على هاد الطريقة هادي حتى نكمل السطر ديالي.
من بعد ما وصلت النهاية ديال السطر منزلقة، غادي نخدمو ثلاثة ديال السلسلة. نمشيو هنايا في هاد الفراغ نخدمو غرزة حشو، وفوق الغرزة ديال الحشو غادي نخدمو غرزة حشو. في الفراغ غادي نخدمو غرزة حشو، وهنايا فوق غرزة حشو غادي نخدمو غرزة حشو. غادي نمشيو هكذا مع السطر كامل حتى للنهاية. هنا من بعد ما كملنا السطر غادي نجمعو منزلقة. هنا غادي نجر الخيط غير واحد شوية بحال هكذا، بحال هكذا، وغادي نجبدو هاد العقيقة هادي وغادي ندخلو هنا في هاد الخيط هذا. غادي نجمعوهم بجوج، غادي نحصلو على هاد الشكل هذا. نوليو عاود، نتمنى يكون واضح. نوليو عاود نجبدو شويه الخيط هكذا، وهنا ما غاديش نديرو العقيقه، غادي ندخلو غير في هاد الخيط هذا اللي وراء العمل، وغادي نجبدو هكذا. غادي نحصلو على هاد الشكل هذا. موراها غادي نمشيو نحسبو واحد جوج، في الثالثة كندخلو كروشي وكنخدمو غرزة حشو. نفس الشيء غادي نوليو عاود نخدمو هكذا بهاد الطريقة هادي، وغادي نجيب واحد العقيقة غادي نحطوها هنايا، وغادي نلويو عليها الخيط. نشدو الحقيقة ديالنا بهاد الشكل، وغادي نشدو هنا في هاد الخيط هذا. نتمنى يكون واضح. موراها نخدمو هكذا، ونوليو عاود نخدمو وحدة أخرى نفس الطريقة. هنا ما غاديش نخدمو بالعقيقة، وهنا غادي نحسبو كما حسبنا قبل، وغادي ندخلو الكروشي ديالنا ونخدمو غرزة حشو. غادي نعاود معكم وحدة أخرى باش تبان لكم. هنا نجيب واحد العقيقة باش نخدمو عليها، غادي نشدو العقيقة، غادي نجبدو هكدا الخيط واحد شوية، ندخلو هاد الكروشي، نجبدو العقيقة ديالنا، ندخلو هنا في هاد البلاصة هادي. على هاد الشكل نوليو عاود نجر واحد شويه الخيط، وهنا غادي نخدمو بالعقيقه. الاولى كتكون بالعقيقه والثانيه بلاش. هنايا كنحسبو هي الثالثه وكنخدمو، نبقاو غادي على هاد الطريقه هادي هكذا، نحاولوا اننا نقادو بيناتهم حتى نكملو السطر، وغادي نرجع معاكم. هنايا من بعد ما كملنا هاد السطر هذا وصلنا هنا منزلقة كالعادة، غادي نطلعو بحال هكا، نخدمو وحدة بنفس الطريقة بالعقيقة اللي نخدمو وحده اخرى
نمشيو هنا هنا هنايا في هاد الخيوط اللي في اللي مع العقيقه، وغادي ندخلو على هاد الشكل هكذا، وغادي نخدمو غرزة حشو. نتمنى يكون واضح. موراها غادي نخدمو بحال هاد الشكل. دائما كيكونوا ثلاثة ديال الخيوط، الخيط اللي كيكون في الوراء هو اللي كندخلو فيه الكروشي بحال هاد الشكل. غادي نجيبو عقيقة وغادي ندخلوها هنايا بنفس الطريقه اللي خدمنا بها. نوليو عاود ما نجروش الخيط بزاف، ونحاولوا نقربوا نفس المسافه كما خدمنا هذه كما خدمنا هذه، باش ما تجيناش الخدمه ماشي مضبوطه. هنايا فين كاينه العقيقه غادي ندخلوا الكروشي ديالنا، ندخلوا بهذا الشكل، وغادي نخدموا غرزه حشو نحصلوا على هاد النتيجه هادي. كيجي الشكل ديالها بحال الذبابه، وهاد الريس كيجي انيق. وهنا غادي نزيدوا العقيقه هكذا، نزيدوا عاوتاني هادي هادي بالعقيقه. غادي نمشيو هنا فين كاينه العقيقه، ندخلو الكروشي ديالنا بهذا الشكل هكذا، هيا نخدمو غرزة حشو. دائما غادي نحصلو على هاد النتيجة هادي. غادي نبقاو غادي مع هاد السطر هذا حتى نوصل هنايا، وغادي نرجع معكم. هنا من بعد ما وصلنا خدمنا هادي وصلنا للنهاية، هنا فين كنا بدينا غادي نخدمو بهذا الشكل. وحدة ثانية غادي نمشيو فين هنايا، حنا كملنا السطر الثاني، دابا غادي نبداو السطر الثالث نفس الطريقة. هي العقيقة ديالنا واحد شوية هكدا، غادي نمشيو فين كاينه العقيقه نخدمو غرزة حشو بهذه الطريقه. نبقاو غاديين على نفس الطريقه اللي كنا خدمنا بها السطور الاخرى. ملي غادي نكملو ملي غادي نكمل غادي نرجع معاكم باش ما نطولش عليكم. من بعد ما كملت السطر الرابع، لان خدمنا في الكم الاول اربع اسطر، خدمنا في نفس العادات بطبيعه الحال في الكم الثاني. ملي كملت ها هو قطعت الخيط، غادي نثبتو مور الخدمه هنايا، وبطبيعه الحال هنايا غادي نكف هاد الثوب هذا الزائد بهذه الطريقه بالابره والخيط. وهالكميم ديالنا ها هو واجد. كنتمنى الدرس ديال اليوم يكون عجبكم، وهاد الريس هذا تقدروا تطبقوه في في الجليبات ديالكم، في الكنيطرات ديالكم، في القفيطناس، كيجي رائع في اللبسه. خليتكم الراحه، الى اللقاء في اقرب الاوقات ان شاء الله. مع السلامه.